باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟